هل الموقف هيستمر استدعاء محمد النني باستمرار في حالة عدم مشاركته مع نجيه أرسنال؟ وما هي الأسباب الحقيقية لعدم ضم عمر كمال عبد الواحد؟ والجميع يعرف أنه كانت هناك بعض المشاكل بينك وبينه يا كابتن حسام، طبعاً أنا مش بقلل مشاكل ولا حاجة، أثناء ما أنت كنت موجود في المصري البورسعيدي، تحياتي ليك وبحييك على رفضك تحليل مباراة الأهلي والزمالك وأنت مدير فني وقيمة كبيرة جدا في الكرة المصرية. شكرا. بينه وبينك دي على فكرة كبيرة أوي. بينه وبينك يعني بينه وبين كابتن حسام وأي لاعب كبيرة. ما ينفعش حتى بينه وبين كابتن جوهر الله يرحمه إن في مشاكل. لأن في فرق بين المدير الفني وفرق بين أي لاعب، تمام؟ فدي يعني كلمة نفسها واحترامي مش ليك يعني كلمة عامة. المدير الفني قصة تانية خالص ولا في قصة تانية؟ ما حطوش مواجهة مقارنة مع كابتن الوحيد. لأن أصلاً مفيش كمان حتى ما بديرش اللاعب قصة مقارنة مع كابتن الوحيد. هو كابتن عبد الرحمن هيجاوب. أنا كنت عايز أقول بس كنت عايز أقول إن يعني هي برضه حاجة كويسة إن إحنا نتكلم فيها. ليه مش عايزين نحط فلان ضد فلان إيه؟ يعني في نفس الوقت مفيش أصلاً حاجة. عمر عبد الواحد من الناس اللعيبه اللي هي انضمت للنادي الاهلي وبرضه بيشارك بشكل قائم من الناحيه الفنيه. ان هو لو انا كتبت دلوقتي كل واحد فيكم كتب قائمه اعتقد هيشوف الافضل وهيختلف. ان هو ممكن يكون ان هو يخش المرحله دي عمر او نني او اي كان من اللاعبين، هل هو يستحق ان يخش دلوقتي؟ هل وصل للمرحله الفنيه اللي هو يخش؟ هل احتياجات المنتخب في المرحله دي محتاجه فلان؟ لكن احنا من ضمن الحاجات كلها يعني تلينا الشرف ان احنا كل اللاعبين اللي موجودين اللي كانوا مجهولين من خلال في وقت من الاوقات في الانديه اللي احنا مسكنا فيهم سواء في الزمالك او في المصري او في الاتحاد، ده في لعيبه كتير ظهرت من خلال اختياراتنا ليهم. من ضمنهم عمر عبد الواحد اخترناه وكان نازل طالع من درجه ثانيه في الشرطه، نادي الشرطه واحنا جبناه وتعلم، فده اللي حصل في المرحله دي وتعلم والحمد لله لعبناه في مراكز معينه ممكن من الناحيه الفنيه لعبناه باك رايت. النهارده بقى النادي الاهلي جابه كباك رايت والنادي فيوتشر لعبه باك رايت وباك على باك ليفت، والنادي الاهلي في وقت من الاوقات لعب ستوبر او ديفندر، ومن خلال منتخب مصر لعبوا باك رايت، والنادي الاهلي اشتراه باك رايت. فاحنا اللي بدات انا اللي بدات بيه ان انا عرفته بالمركز اللي هو وصل ليه. هي دي بالنسبه، لكن مفيش اي حد خصومه مع حد خالص، واحنا دلوقتي كل اللي بيثبت نفسه يكون موجود.